السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابنا الأعزاء في لقاء جديد من دروس اللغة العربية للصف التاسع. سنتابع في هذه الحصة ما بدأناه في الحصة السابقة من حل التدريبات على ما سبق التي وردت في نهاية الكتاب وتضمنت كل ما اشتمل عليه الكتاب من دروس قواعد اللغة. نتابع الآن حيث ما انتهينا في الحصة السابقة مع السؤال التاسع. السؤال يقول: تعجب من كل مما يأتي بالصيغتين القياسيتين. تفضل يا كامل. ركب المرء سنانة. ما أجمل أن يركب المرء سنانة. ما أجمل أن يركب المرء سنانة. نعم أحسنت يا كامل. يسرى: تكون جبانة. ما أصعب أن تكون جبانة. نعم ما أصعب أن تكون جبانة، أحسنتم. إذن ما أجمل أن يركب المرء سنانة، ما أصعب أن تكون جبانة، يمكننا أيضا نقول أصعب بأن تكون جبانة باستخدام صيغة أفعل به. السؤال العاشر: اجعل كل من الزمان والشجعان مخصوصا بالمدح. نعم يا أحمد. تفضل يا ابتسام. يا أنت معي. طيب تفضل. ايه انت معك يا احمد. اجعل لنا كلمة الزمان مخصوصا بالمدح في جملة مفيدة. انسينا احط زمان. الزمان. نعم انسي. ما اجمل الوقت المناسب. حبذا الوقت المناسب. حبذا الزمان. وضعوا لنا كلمة الزمان. حبذا الزمان. انسي ونعم الشجعانة. نعم. طيب تفضل يا ابتسام كمان. تفضل يا ابتسام. اي انتي. حبذا زمان الشجعان نعم الرجل الشجاع. نعم حبذا الزمان. يمكن ان نقول ايضا حبذا الزمان الذي اراكم فيه، او حبذا الشجعان الذين يدافعون عن وطنهم. السؤال العاشر يقول، عفوا الحادي عشر، يقول: هات ثلاث جمل من تأليفك مستوفيا فيها انواع فاعل للفعل بئس. تفضل يا إباء. أنت الجواب مع بئس صفة النفاق. نعم بئس صفة النفاق، أحسنت. أيضا إجابة ثانية. تفضل يا ريم. طيب تفضل يا نغم. بئس صفة المرء النفاق. نعم بئس صفة المرء النفاق في هذا المثال معرف إلى ال، وبئس صفة النفاق معرفة. إذن يمكننا أن نقول في هذا السؤال: بئس الخلق الكذب، هنا معرف بأل. بئس خلق الإنسان الكذب، هنا مضاف إلى معرف بأل. فبئس خلقا الكذب، هنا ضمير مستتر مميز باسم نكرة منصوب. هذه ثلاث حالات لأنواع الفاعل، أنواع الفاعل للفعل بئس. السؤال الأخير يقول: أعرب ما تحته خط إعراب مفردات والجمل بين قوسين. الكلمة الأولى هي كلمة الزمان: صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا. نعم يا صفا. نعم يا إسراء جلول. نعم أنسي. ما هو إعراب كلمة الزمان؟ أنسي سمعتيني؟ نعم سمعتك. أنسي الزمان بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم الزمان بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والألف للإطلاق الشعر. أحسنت يا إسراء. كلمة تولوا: وتولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا. نعم يا رضية. أنسي بتكون عنا أعراب الجمل. الجمل سنعربها في نهاية الحل. أنسي جملة أنسي تولوا فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. تولوا فعل ماضي مبني على الضمة المقدر على الألف المحذوفة منعا لالتقاء الساكنين. طبعا هنا الفعل تولى هو فعل معتل الآخر بالألف، بالألف المقصورة. عندما اتصل بواو الجماعة حذفت الألف منعا لالتقاء الساكنين والحركة مقدرة عليها. إذن فعل ماضي مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة منعا لالتقاء الساكنين.
بسبب اتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسان. لياليه يا كامل، تفضل يا أحمد. في لياليه فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الياء للتعذر، على الياء للثقل، والها ضمير متصل، نعم، تقدر على الواو للتعذر وعلى الياء للثقل. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على الياء للثقل، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى. مراد النفوس أصغر يا إسراء الضبعان، نعم يا كامل. سي خبر مرفوع بالضم، نعم، خبر مرفوع بالضم الظاهر على آخره. مراد النفوس أصغر من أن نتعادى. نتعادى يا أحمد. أنسي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. نعم أحسنت. إذن نتعادى فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. بارك الله بك يا أحمد. المنايا، غير أن الفتى يلاقي المنايا، نعم يا منى. يلا أنسي، مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاهر على آخره، علامة مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. نعم، مفعول به منصوب الفتحة المقدرة على الألف، أحسنت يا منى. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان، الشجعان، لعددنا أضلنا الشجعان، نعم يا إباء، تفضل يا ريم. الشجعان مفعول به ثاني منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره والألف للضرورة الشعرية. نعم أحسنت. إذن الشجعان مفعول به ثاني للفعل عددنا، المفعول به الأول أضل والمفعول به الثاني هو كلمة الشجعان، مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والألف للضرورة الشعرية، أحسنت يا ريم. غير أن الفتى يلاقي المنايا، جملة يلاقي المنايا هنا ماذا نعربها يا إسراء جلول؟ أنسي، جملة فعلية في محل رفع خبر إن. نعم، غير أن الفتى يلاقي المنايا، هنا أن الحرف المشبهة بالفعل، والفتى اسمها، وجملة يلاقي المنايا جملة فعلية في محل رفع خبر أن. كلما أنبت الزمان قناة، كلما أنبت الزمان قناة، ماذا نعرب جملة أنبت الزمان قناة؟ نعم يا ابتسام. نعم أنسي. نعم يا وردة. أنسي في محل جر بالإضافة. نعم، في محل جر بالإضافة بعد كلما لأنها دلت على الظرف. وعناهم من شأنه ما عنانا، ماذا نعرف جملة عنانا يا أحمد؟ نعم أنسي. أنسي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نعم، بعد ما هنا جاءت صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أما جملة لم يكن من الموت بد، وإذا لم يكن من الموت بد، نعم يا ريم، تفضل يا كامل. جملة فعلية في محل جر بالإضافة. نعم، بعد إذا الجملة تكون في محل جر بالإضافة. فمن العجز أن تكون جبانة، ماذا نعرب كلمة جبانة؟ نعم أنسي. نعم يا إسراء. أنسي جبانة خبر تكون منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، جبانة خبر تكون منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، أحسنتم جميعا بارك الله بكم. هكذا يكون انتهينا من حل التدريبات النهائية في الكتاب. هل هناك أي سؤال؟